قتل وجرح العشرات بغارات لطيار العدوان السعودي استهدفت تجمعا لمرتزقته شمال كوفل بمأرب. أوضح مصدر عسكري أن الغارات التي شنها طيار العدوان السعودي على شمال كوفل هي الثانية خلال أسبوع. إلى ذلك قتل عشرة وجرح آخرون من مرتزقة العدوان السعودي بمواجهات مع قوات الجيش المسنود باللجان الشعبية في مناطق بمحافظة مأرب.